نتفاجأ بداية عام 2019 في القطاع التام عن حوالي 4000 معلم، أكثر من 500 مدرسة، حوالي 160 ألف طالب. بدعم الاتحاد الإعلامي حلب وريفا، لبت النقابة السورية عن المعلمين دعوتهم إلى حضور هذا المؤتمر الذي تم تسليط الضوء فيه على قضية انقطاع الدعم عن المعلمين بشكل عام في المناطق المحررة كاملة. هذا الدعم إن انقطع وبقي كما هو سيكون هناك تسرب كبير لطلابنا، وإن انقطع الدعم كامل سيكون هناك أكثر من نصف مليون طالب مشرد خارج المدارس. وجهنا الجهات المانحة والمنظمات الداعمة للمعلمين إلى أن تعيد دعم المعلمين على طالبنا ألا يفر من مدرسته وأن يستمر في تعليمه. تمام، يعني اليوم احنا بنعمل اضراب عن كده.